زوجي مثل ما شفتوا، مش مثل ما تقرون، يعني انا مش قادر اني اتخطى هالشيء، ومع ان تناقشنا وتسامحنا وكل شيء، لكن انا ما ادري ليش في بالي طلاق. طبعا بيتم في بالك، لان هذا الشيطان في بالك. صدق صدق الشيطان شاطر، والشيطان همه التفريق، وهو شيطان شغلته عكس عمارة الارض. عمارة الارض هي من السنن الرئيسية في الكون، فانا عشان اعمر الارض انا محتاج للتزاوج، للتكاثر. وكل ما تكاثرنا وكنا بشر صالحين، كل ما الشيطان صراحة يعني ضايق. فانا لا، المفروض كشيطان لا، لازم اتاكد ان هذيلا ما يرتاحون. شوفوا، انا عندي وجهة نظر في سالفة ان الرجل ينظر الى الخارج، وان شاء الله باكر بنزل ريل في هذا الموضوع بالتفصيل. اعذري ريلك وسامحيه وكبري عقلك، ودام انه حس انه فعلا المفروض انه، على فكرة ريايل معظمهم يشعرون بالذنب، معظمهم يشعرون يستشعرون انهم يعني يسووا شيء خطأ، وانهم يعني يخافون الله. يعني انا اقول لك، يعني ما في نفس اللوامة هذه موجودة، لا تقولي، لا تقنعيني ما في حد يتلوم، لكن الغريزة ترى انسان، والانسان ضعيف. فانا اشوف ان استهدي بالله، ولا تخلي هالافكار تتخلى.